رياضه، لكن يمكن انا دايما لما كنت بتكلم مع حضرتك كنت تقول لي ايه، لا انا الصعود للممتاز يخسرني. يخسرني فعلا. اه هقول لحضرتك دي ليه، يعني ازاي نادي يبقى حريص على ان هو او خايف من الصعود للممتاز؟ لاني يعني جربت مرتين. هو كل الاستفاده اللي ممكن اللعيب لعيبتك تظهر بشكل اكتر فتتباع بصوره اكتر يعني. انما تعال نحسبها بقى، انا لما صعدت اول مره في 2014 2015 كنت سعيد وحاطط في دماغي ان احنا هنفضل ومش مش هننزل تاني، وان في تغير كامل من ممتاز ب للممتاز الف. لقينا ان بدايه الشركه الراعيه بتتعاقد معاك بمبلغ ما ينفعش حتى يبقى مقدمات لعيبه. طب ايه العائد التاني، ايه الايراد التاني اللي ممكن يجي لي غير الرعايه؟ مفيش. لا ما هو انا مش معقول هطلع واروح بايع. انا عايز اقعد. ايوه. فالمبلغ 4 مليون جنيه. بس ورعايه. طب 4 مليون جنيه ومش هتاخدهم في ايدك، انت هتاخد 25% وبعدين بعد كام شهر 25%، وانت ونصيبك بقى في ال 50% التانيين لو عرفت تاخدهم، عرفت ما عرفتش يعني خلاص. بس يمكن ده مرتبط برضه بالجماهيريه يا دكتور، يعني معلش يمكن انا يعني انا مش بنقد الشركه الراعيه، انا بقول لك الوضع اللي حصل. تمام، لو عايز انقد الشركه الراعيه هركض الشركه الراعيه في حاجات تانية. لا لا انا بتكلم تقريبا هم الشركه الراعيه بتاعت القناه. لا 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 مش بجد اكيد. لا لا بعدين احنا يعني ده مجال مفتوح ما فيش مشكله فيه. انا اللي اقصده ان انا نادي صاعد. وعشان كده بقى انا دايما بقول اللي هيطلع هينزل، اللي هيطلع هينزل. واللي ما نزلش في اول سنه ينزل تاني سنه. لان السيستم غلط. يعني بره بيعمل ايه؟ الثلاثه الصاعدين او الاربعه الصاعدين هخصص لهم في البث والرعايه اعلى عائد. ليه؟ عشان ما اضعفش مسابقه الدوري، وعشان ما يبقوش ثلاثه رايح جاي، فبطلع لهم مبلغ كبير. حتى اللي بينزل من الدوري الممتاز بيدوا لهم مبلغ عشان ما يضيعش وسط الظلمات. انما احنا عندنا اللي بيطلع بينزل، يعني نجوم المستقبل لما طلع نزل، النصر طلع نزل، طنط عمال بيطلع وينزل. معظم الانديه اللي هتطلع وما عندهاش امكانيات غير الاعتماد على الشركه الراعيه لازم هتنزل، لان انت عشان تجيب لعيب هيبقى عقده اقل عقد في الدوري الممتاز كام؟ نص مليون جنيه اقل حاجه. طب نص في 30 ادي 15 مليون جنيه بس عقود لعيبه. طب انا هجيب 15 مليون جنيه ده انا ولا جبت لبس ولا سفر ولا بدلات ولا مكافئات ولا بقيت النادي. انا برضو اسمح فانا بطلع ليه؟ ولا مش عارف انا بطلع ولا ليه؟ معسكرات عشان كده ما بتحبش تطلع. خليك قاعد معانا. خليك قاعد معانا. لا بس هو برضو حضرتك زي ما بقول لك، ما هو الشركه الراعيه دي ايا كان اكس واي زد بتجيب من الاعلانات، فالاعلانات برضو بتيجي على الجماهيريه. معلش سامحني يعني انا بقول لك احنا نصراويه، بس احنا أنا بتيجي على الجماهيريه. فبالتالي انا مش بقول ان دي مشكله الشركه الراعيه. انا بقول لك المنظومه كده. نادي زي نادي النصر لما يجي يصعد مين هيسوق له، مين هيعمل له الموضوع؟ موضوع صعب جدا، لان انت خلاص بقيت داخل منظومه بيعتمد على خمس انديه، والخمس انديه ما تعملش معاهم كمان يعني الاهلي غير الزمالك غير المصري غير الاسماعيلي غير الاتحاد. كل نادي ليه حسب اعلاناته. يعني كاتيجوريز، خمسه كاتيجوريز. أيه. والباقي خلاص هو مش شايفه. طيب والموضوع الرعايه بس ولا في ما هو بس رعايه بس؟ لا لا ما عنديش بقى ان مش مساله ليه. مش مساله بس بالسين. ايه تاني بقى؟ مش مساله بث بالسه، لا بس بالسين. لا انا بتكلم على في حاجات تانية بتاثر على وجودك في الدوري، تحكيم كذا يعني. طبعا التحكيم هيجي على الضعيف. ده سمه الدوري المصري. يعني مثلا معظم الناس دلوقتي بتشتكي من مستوى الحكام في الممتاز الف. طب تعالوا انزلوا الممتاز بيه بقى وانتوا تشوفوا العجب، وانزل كمان على الدرجه اللي تحت الممتاز بيه وانت تشوف العجب. اذا كان في المسابقه الممتاز الف وكل ماتش بتلاقي حكايه ما ينفعش تكرر. بس مش على الضعيف بس، والله احيانا بتبقى فيه اخطاء. يعني انا مش بنقول انها متعمده، بس هو بيبقى فيه يعني هزه، بتبقى احيانا تلاقي حاجات غريبه بتحصل ومعايير مختلفه. احنا فايل التحكيم ده استاذ ايمن اتكلمنا فيه قد ايه في برنامجنا؟ حوالي 900 حلقه كتير، وناقشناه وكنا مع صف الحكام. صحيح. على اساس ان مفيش جهه بتدافع عن الحكام، دايما اللي بيتغلب ودايما اللي بيتعادل ودايما اللي بيخسر بيقول ان الحكم الاساس. احنا كنا مع الحكام، بس احنا بقالنا اربع خمس سنين بنتكلم في نفس الفايل. هل معناه ان مفيش حل؟
هل حلوا الفار؟ لا. ادفع الملايين دي كلها عشان فار وفي النهايه مش فار برضه هيختلف عليه، الناس هتختلف عليه برضه يعني. طب يعني هل ده الحل؟ ما اعتقدش ان ده الحل. هل المجاملات خلصت؟ هل التليفونات خلصت؟ هل التحضير اللي قبل الماتش اللي انا لا هم عايزين يثبتوا حاجه فيثبت حاجه تانية وفاكرني اخاف فيعمل حاجه عكس الاتجاه يعني هل ده خلص ما خلص؟ ده حاجه خلاص، دي بقى مع عيوب الصناعه اللي احنا فيها. الحكم المصري انت وحظك يعني، لو الدنيا ماشيه كويس هتاخد جزء من حقك، انما وبعدين خلي بالك البيت هتاخد لما جزء جزء من حقك، عمرك ما هتاخد حقك كامل، لان يعني في كومبرومايز بيحصل في الماتش، تعويض، حسيت ان هنا بيعترض على فاول فبروح مجامله في فاول، حسيت ان انا لغيت ضربه جزاء ومش هتبقى ضربه وهي كانت ضربه جزاء وندمت، او بين الشوطين قالوا لي انها كانت ضربه جزاء بعوضه في ضربه جزاء، ده بيحصل، الكومبرومايز ده بيحصل. هل ده خلاص ما ملوش حل هنفضل فيه على طول؟ اعتقد ان هو معلش يعني اسمح لي انا المفروض ما اقولش رايي يعني، بس ليه؟ انا بتهيالي لا انا في صدى رياضه كنت بقول رايي عادي، كنت بقول رايك واحنا ما بنتكلمش لما كنت استضفنا. لا انا بتكلم على انه الحكم متهيالي في قواعد الاختيار من الاول الشخصيه يعني، احنا كان دايما يعجبني جمال الغندور بشخصيته وهو حتى في الملعب، وحكم يعني وحكم دلوقتي هو عنده قماشه بيشتغل بيها ماشي اوكي، ويبقى في تاثيرات وحاجات كده وبتاع انا عارف، لكن اهو هو ده من عناصر اللعبه زي ما بيقولوا يعني. ايوه ماشي. طب هو دلوقتي رئيس لجنه الحكام عنده بايده بقى يوسع القاعده، بايده يختار اولاد تاني صغيرين يحضرهم، احنا بقالنا سنين بنتكلم في القصه دي، بايده ان هو يتكلم مع الحكام اكتر واكتر في فيما يخص ان ما ينفعش الحكم ده يعني قاضي جوه الملعب، ما ينفعش حكم يكذب، عشان الموقف ده انا عشته من كام اسبوع، ان حكم يكذب شيء صعب جدا ان يبقى حكم ويبقى بيكذب. تابعت معاك انت الموضوع بيكذب تقرير، عرفت بيكذب في تقريره ده مصيبه، اثق فيه انا ازاي تاني؟ انت اللي حصل قوله واكتبه والغلط يتعاقب، خاصه الحكم ده كان عنده وقع قبل كده مع النادي ما يكذبش. ما مش عايز اذكر اسماء ولا وقع، بس انا يعز عليا، انا عشت طول عمري في الملاعب بحترم الحكم وبنخاف منه وبنحبه، كان الحكام صحابنا ما نسمحش ان يحصل فيهم غلط وعندنا ثقه فيهم، تحس ان هو حتى لو في حاجه غلط بس هو صح، هو شايف احسن، انما انت تكذب في تقرير انا كده خلاص انا تشككت، ومش هو بس. فموضوع الحكام انا شايف من بنتكلم فيه كل سنه ومفيش حل، ومش ممكن تقول لي ان الحل هو الفار، مش ممكن. لا ما يعني احنا بنحاول بس نساير الموضه العالميه والتقنيه، يعني هو دايما الحاجات دي ايه يمكن بتقلل شويه، لكن عموما مشاكل نادي النصر مع التحكيم يعني مشاكل الانديه كتير، وطبعا الاهلي يمكن عانى في حاجات كتيره في مع التحكيم وعلى مدى فترات طويله، وانديه كتير يعني مش هنتكلم على الاهلي بس، لكن لو نادي النصر بيلعب مع الاهلي هتشجع مين؟ النصر. تشجع النصر وقلبك يطوعك يعني؟ قلبي بيطوعني اشجع النصر، بتغلب مش مره تعادلنا حتى طيب. فبجاي مع الضعيف. جمهور نادي على فكره انا ما حضرتش ولا ماتش، مره بس رحت ربع ساعه ومشيت، ما قدرتش بصراحه، ربع ساعه دي دخل فينا جونين في الدوري الممتاز. في الدوري الممتاز ما تروحش تاني يا دكتور. لا ما بروحش بعد اذن حضرتك يعني. يعني ما انا بشجع النصر. انت وكم واحد تقريبا؟ انا والزملكاويه بس. انا على فكره لما رحت ماتش النصر والاهلي لقيت يعني اعضاء مجلس اداره وزمايلنا ونصراويه قوي، اما الاهلي جاب جون قاموا هيصوا. ما انا كنت لسه عايز اقول لحضرتك يعني شيء صعب قوي ان نادي النصر يعني تقريبا كله ما عدا واحد. ما عدا واحد انا عارف مدير الامن، مدير الامن عندنا وعضو مجلس اداره عندك في واحد؟ لا تقول يا احمد الاحمر؟ لا لا مش زملكاوي والله. لا والله ولا زملكاوي. لا ولا ماشي، ولا زملكاوي ولا بيشجع منتخب مصر. ما بيشجعش حد صدقني.